الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأبارك لكم هذه الأيام الطيبة من هذا الشهر الفضيل، شهر ربيع الأول، شهر الميلاد، ويسمى بشهر ربيع الميلاد، حيث أنه في مثل هذا الشهر ولد شخصيتان مهمتان في تاريخ البشر. الشخصية الأولى وهي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وهي الشخصية التي باتفاق الناس جميعا مسلمين وغير مسلمين أنه الشخصية الأولى في البشر، صافا الشخصية الأولى في البشرية منذ أن خلق الله آدم إلى يومكم هذا، ولد في مثل هذا الشهر. والروايتان مختلفتان في هذا المطلب. جمهور المسلمين يعتبرون أنه يوم 12 من ربيع الأول هو ميلاد النبي الأعظم، ونحن مدرسة أهل البيت ما عندنا من الأدلة أنه يوم 17 من شهر ربيع الأول. فبين هذين اليومين، وهو أسبوع تقريبا، ويوم أسبوع الميلاد وهو أسبوع مهم ومبارك إن شاء الله تعالى. الشخصية الثانية هي شخصية فذة في تاريخ الإسلام، وهي ولادة الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ومن حسن الصدف أن يوم 17 من ربيع الأول ميلاد النبي وميلاد حفيده الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو رئيس المذهب الذي شيد وأسس وأصل مذهب أهل البيت في زمانه وزمان أبيه الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. أنا ما أدري إنصافا في مثل هذا البث المباشر شنو اللي أقوله، غير أنه أتأسف أن يمر علينا شهر فضيل ويوم عظيم، يوم ميلاد النبي، والمسلمون على وضعهم وحالهم. يعني شوف الدول الإسلامية، البعض يعتبر أن الاحتفاء بميلاد النبي بميلاد الرسول بدعة، البعض يعتبر بدعة وشرك ويحارب هذا الأمر. وللأسف هي المدرسة الوهابية السلفية مدرسة متطرفة، وتعتبر أن الاحتفاء بميلاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو خلاف الدين وخلاف الإسلام وبدعة ويجب أن يحارب، وهذا للأسف. ولكن هناك جمهور عظيم من المسلمين يرون أن ذلك مستحبا وأمرا طيبا، وهو حسب الفكر المعتدل في الفقه السني أنه الاحتفاء والاحتفال بميلاد النبي أمر مستحب. وتشوفون بعض البلاد إنصافا يبلون بلاء حسنا. أنا أتكلم عن العراق، للأسف العراق وغير العراق يمر ميلاد النبي كأي ميلاد لإمام، وهذا غلط. أن تشوفوا المسيحيون والنصارى عندما يحتفلون بميلاد المسيح في السنة الميلادية، العالم كله حتى فضائياتنا احنا الشيعية، فضائياتنا الإسلامية، بث مباشر الساعة 12 راح تدق الساعة ومدري ايش وكذا، وبداية السنة ويوم 26 12 ايضا ميلاد المسيح وبابا نويل، واجى بابا نويل وراح بابا نويل، يا بشنو ميلاد المسيح؟ اذا شنو ربطنا احنا كمسلمين؟ ما ربطنا بميلاد المسيح. المسيح نبي من أنبياء الله على رؤوسنا، والنصارى
أهل الكتاب وهم إخوتنا وأعزتنا ونظرائنا في الخلق، ولكن إحنا نحتفل بميلاد المسيح أكثر من احتفالنا بنبي الإسلام وميلاد نبي الإسلام. هذا اللي يألم، هذا يألم صافا مؤلم. ولكن أثلج قلبي اليوم، أثلج قلبي اليوم، رأيت مقطعا عن احتفائي واحتفالي الشعب اليمني جزاهم الله خير، احتفال عظيم لشخص عظيم، واحتفال مهم لشخصية تاريخية مهمة، جماهير بمئات الآلاف يرفعون علما أخضرا وشارة خضراء نسبة إلى القبة الخضراء لنبي الإسلام، وتلك التواشيح والأناشيد والابتهاجات، هذا أمر طيب. لا بد لكل بلاد المسلمين أن تكون الشوارع مزينة، الشوارع على أي حال فيها آثار البهرجة، آثار السرور، آثار الفرح. للأسف يعني حتى على مستوى مساجدنا، كم مسجد من المساجد وكم موكب من المواكب وكم حسينية من الحسينيات أعلنت وجود احتفال، احتفال بمناسبة ميلاد النبي. قلة قلة إنصافا. فنحتاج أيها الأحبة أن نلتفت إلى هذه القضية، ولنجعل الخط التكفيري، الخط الوهابي أن يأثر في هذا الأمر، ونستحي ونتحرج ولا ومدري إيش. أبدا، تاريخ الإسلام تاريخ ناصع حسب تعبيرنا، ما يخجل. نعم، الذين خجلوا والذين أحرجوا والذين على أي حال نكسوا رؤوسنا هو الخط الأموي، الخط العباسي في التاريخ، في الواقع نكس رؤوس المسلمين، ولكن يبقى الإسلام، يبقى نبي الإسلام، يبقى وصية النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين إنصافا، نجم لائح وكوكب صاعد في فضاء البشرية. لابد أن نعتز. شنو المثلب على رسول الله؟ يلا جيبونا مثلب على رسول الله. ما أكو شخص بهذا العنوان الكامل والشخصية الكبيرة اللي رب العالمين، رب العالمين يصفه وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. هيك شخصية اللي رب العزة يمدحه ويوصفه بأنه صاحب خلق عظيم. تدرون كلمة عظيم تصدر من العظيم الأعظم وهو الله سبحانه وتعالى، غير العظيم من عندي أنا أقعد أمام اللي يسوى والما يسوى، أقعد قدام اللي يستحق وما يستحق أقول له بني العظيم، الشخصية العظيمة، القائد العظيم، ما أدري الكذا العظيم، وهم كلهم على حال لا يأتوا غبار لنعل نبي الإسلام، غبار لنعل نبي الإسلام. بس إحنا نعظم من لا يستحق العظمة، ونبجل من لا يستحق التبجيل، وعلى حال نستذكر ونحيي من لا يستحق ذلك. أنا شوفوا كل واحد حاط له صنم، كل واحد حاط له رئيس، كل واحد حاط له ما أدري كذا على أنه هذا هو ولا غير، على كل يعني كل المذاهب وكل الجماعات، وأنا أتكلم عن مجتمعنا العراقي أيضا. شوفوا مناسبة مناسباتهم يملؤون الشوارع بالشارات وبالأعلام وبالزينة، نبي الإسلام، نبي الإسلام. لا نجد في شارع وزقاق وموكب ومحل أن هناك على حال مؤشر لهذا المجال. يؤسفنا ذلك إنصافا. وهذه قضية كان لابد أن أذكرها. قضية الثانية اللي أحب أن أذكرها وأرجو أن الأخوة يلتفتون إليها، ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله
في مجمل دعوته المباركة دعوة إلى الإسلام هي أن يعيش الناس في عالم الغيب. يعني شلون؟ يعني الناس تدرون يهتمون بتجارتهم، بأموالهم، بتجارتهم، بقضاياهم، زوجاتهم، أولادهم، عشيرتهم، هذه هي هاي الحياة مبنية على الاهتمام بالأمور المادية المحيطة بنا. نبي الإسلام وأنبياء الله الذين سبقوه دفعوا الناس إلى أنه أيها الناس أكو عالم غيب، أكو آخرة، فكروا فيها. صحيح أنت تشتغل حتى تعيش أهلك، بس اعرف أن هذا شغلك لابد أن تفكر من خلاله أنه آخرتك شلون، هذا شغلك يضر آخرتك لو ما يضرها، هذه علاقاتك مع الناس تضر آخرتك لو ماذا تصلح آخرتك. هاي الآخرة يعني ما بعد الموت وفي عالم يوم القيامة، أنا شلون وشنو اللي أواجه الله بماذا. الدنيا تأخذنا إخواني، الدنيا تأخذنا بمغرآتها وقضاياها وعلى أي حال هي تجاذباتها وشهواتنا الكثيرة فيها، بس يبقى أن الإنسان ما خلق للدنيا، وإنما الدنيا جعلت معبرا له للآخرة. ودائما كان رسول الله يضرب على هذا الوتر دائما، شوفوا القرآن، شوفوا الأحاديث الشريفة، يذكر الناس بيوم الدين، يذكر الناس بيوم ما بعد الموت، اذكروا، يصيح اذكروا هادم اللذات، اذكروا هادم اللذات. شنو هادم اللذات يا رسول الله؟ الموت. ليش؟ يقول انتم راح يكون عندكم موقف هناك. أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم في نهج البلاغة عنده كلمات جميلة في هذا المجال، أنه أيها الناس استغلوا دنياكم، استغلوا أعماركم، هاي الفرصة اللي الله سبحانه وتعالى معطينا إياها، فرصة العمر، فرصة الصحة، فرصة الفراغ. كثير من الناس فارغين، ما عندهم شغل يقضيها على الموبايل، ويقضيها على الأفلام، ويقضيها بالقهاوي، ويقضيها في الأسواق. هذا كله سيحاسب عليه الإنسان، أنه شلون ما استغل عمره واستثمر حياته. هذه الفرص الله شاهد يا أخوان، أقولها بصدق، هذه الفرص اللي جت تمر علينا وهذه الساعات اللي تمر علينا سنندم عليها بكل لحظة منها، سنندم عليها بكل لحظة منها، أنه ليش أنا كان عندي فرصة وما زيدت حسناتي، ليش كان عندي فرصة وما كثرت طاعاتي، ليش أنا كان عندي فرصة ما قللت سلبياتي. أي فرص أيها الأحبة. شوفوا أميرني ماذا يقول: واعلم أن أفضل المؤمنين، أفضل الناس المؤمنين، أفضلهم تقدمة، يعني نفقة، بذل، أن يبذل، أفضلهم تقدمة من نفسه وأهله وماله، أن يبذل الإنسان من وقته، يبذل من وقته، من شخصيته، من سمعته، من نشاطه. لمن يبذل يا أمير المؤمنين؟ لمن يبذل؟ يبذل لما يقدمه في الآخرة، شاح يحصل هناك. إن أفضل المؤمنين أفضلهم تقدمة من نفسه وأهله، أن أهلي يكونون في الواقع ممن أبذل من خلالهم لآخرتي، وماله، فإنك، شوف الإمام شو يقول، فإنك
ما تقدم من خير يبقى لك ذخره. اللي تسوي راح أنت تحصله في ذخيرة عملك وفي حسابك ورصيدك، سيبقى في رصيدك. فإنك ما تقدم من خير يبقى لك ذخره، وما تؤخره لم يكن لغيرك خيره. عفواً، وما تؤخره يكن لغيرك خيره. اللي تعوفه وتفاتك راح الآخرين يستغلوا خيره، خير هذا العمل لغيرك. فاللي يستغل وقته ويستغل عمره ويستغل فرصته ويقدم لآخرته سينجو، واقعاً سينجو. الإمام عنده كلمة أخرى يقول: وإنما المرء مجزي بما أسلف. اللي يؤدي الإنسان ويسلف من أعماله ويقضي من أموره مجزي به، يعني سيجازى به، وقادم على ما قدم، وسيقدم الإنسان يوم القيامة على ما قدم. إيش قدمت راح أشوفه قدامك. أيها الأحبة، أيها المؤمنين، رسول الله كل هم وكل هدف أن ينبهنا عن هالقضية هذه. أيها الناس، ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. تسوي زين راح تشوفه، تسوي شين راح تشوفه. تكفل لك يتيم، دير بالك على أرملة، ما أدري تسعف لك مهضوم ومنكوب ستراه يوم القيامة. وظلمت لك واحد، سقطت واحد، شتمت واحد، اتهمت واحد، كله موجود، كله موجود. وبصراحة أقول هاي الفيسبوك وهذه المواقع التواصل جدا جدا يلعبون، هذه المواقع يلعبون دورا كبيرا في ماذا؟ في خراب آخرتنا، في خراب آخرتنا. فخلي ندير بالنا أخواني، ميلاد النبي الأعظم، ميلاد الإمام الصادق، تعالوا خلينا نرجع إلى تعاليمهم، نرجع إلى كلماتهم، نرجع إلى ما دعوا الناس إليه من معرفة الخير والعمل للخير والتفكير في الآخرة. الله شاهد، من أشوف أصدقائنا، قبل يومين أصدقاء صديقنا العزيز وشخص اللي إنصافاً أنا ما كان ببالي أذكره، هسه يجب بالي، الله شاهد هسه يجب بالي، سيد صالح الحكيم الله يرحمه، أخ عزيز منذ على حال بالثمانينات، أنا تعرفت عليه في الحوزة، رجل على حال والده، والدته، أخوته، أخته، كلهم أعدموا ظلم الظالمين، عليه حظ ظلم البعثين، ما حد يقدر إنصافا يستوعبه، أقولها بصراحة. ولكن هذه البقية، هذه بقية العائلة هذه أو الأسرة هذه، أبوه والدته كذا، كلهم شهداء راحوا ومظلومين، بس اشتغل، طلع للعالم، يوصل صوت الشيعة، صوت الإسلام الحقيقي، صوت العدالة المحمدية والأخلاق العلوية، يوصلها للناس. هذه رسالة ستبقى للإنسان ويجازى عليها يوم القيامة إن شاء الله بجزاء حسن. أيها الأحبة، ترى الموت قريب، يعني لما صديقي يروح وجيراني يروح وزميلي يروح، يعني يوم الأيام سرايهم راح يوصل، دورهم راح يوصل. ترى الموت مو بعيد، قريب عنا كنا. فتعالوا نفكر بآخرتنا، نفكر بمآلنا، المن راح نقدم وشنو اللي نقدمه. واللي يقدم الخير هو اللي راح عليه حال يستبشر، لا سمح الله اللي يقدم الشر هو اللي راح يندم. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة، نسأل الله سبحانه وتعالى الاستنان بسنة رسول الله والتأثر بفكره وعمله وسلوكه إن شاء الله تعالى. نعم، إذا أكو متصلين انطونا. أم زهراء تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. سيد، أنا قبل حلقتين هم خابرتك على مدن النفقة مال الأطفال.
بلي شنو كان سيد؟ أنا هسه سؤالي صار لي سنة ودخلت بسنة والشهر التاسع يعني راح يصير لي سنتين. بلي وهو ما فاصلنا يعني مخلينا على ذمته هيك بس يعني لا يرجع لنا لا ودانا شخص لا يسأل علينا لا أبد يعني يصير أنا أرفع عليه دعوة تفريق. واضح أختي الكريم واضح سؤالك. نعم أم علاء تفضلي. أم علاء تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله. سيد أنا هاي المرة الثانية اتصل، مرة اتصلت على وياك على مود اتصل كلام مراي مستمعين. على مود قلت لك احنا اشترينا الشتوتة الولد وصار بيها رجع انطوني الفلوس. جاي اختصر لك هذا الكلام، ما انا اشتريته وقلت دخلت في الرجع، ما انطيتني الجواب شلون تخلص من الرجع، يعني نرجع الفلوس وبعدين نطلع لبنية هدية، لان يعني هي البنية تريد فلوس اللي انطتناها، اعطيناها 1.5 مليون صار تحسها 1 مليون تريد 500، هذا باب اول، شو المهم اللي جايتك عليه؟ انا موظفة، انا بس تنتبه لي لهذا الشيء سيد. ام علاء ترى ام علاء عفوا ترى كل كلامك مغطى ما فهمت شنو. انت اتصلتي سابقا انا ما اتذكر. أنا على مود المستمعين وراي ما أخذ من وقتكم، أنا مرة اتصلت أنا مود قلت لك سيد أنا اشتريت ستوتة الجوارينة. اشتريتي ستوتة؟ اشتريتي ستوتة؟ عفوا شوي 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 شوي، اشتريتي ستوتة جيرانك، إيه؟ حتى يعمل بها. إيه والبنية حسيت أعطتني 1.5 مليون وحسيتها 2 مليون، قلت لي دخلت بربع. ما أعطيت شلون أخلص من الربع. نرجع الفلوس للبنية ونعطيها عن طريق هدية. ناخذها هديه بقيمه 500. هذا الباب اول. واضح سؤالك حياك الله حياك الله. اي لا لا اكيد بعدني انا جايتك على المهم، هذا السؤال هسه المهم جايتك عليه. اي تفضلي. لان انا الله يسهل ما عندي تلفزيون بالبيت، بس صديقاتي جايات يتابعون وقال انا السيد جاي يستقبل. انا موظفه، عندك سؤال تنتبه لي سيد، انا موظفه. ايه. ووظيفتي المديره يعني توديني، انا موظفه المدرسه توديني للتربيه بريد. او بدايه المدارس اوزع كتب استلم كتب هذا. فانا كثيره السفر يعني بين قوسين حمل دار. بلي. المديره تقول لي ما لي غرض، انت تبي اعطيك اجازه مرضيه، انا امام الله وامام القانون ابرئ ذمتي اعطيك اجازه مرضيه. فهسه الكل يقولوا لي الاجازه المرضيه السيد السيستاني هسه حتى لو تنطيني بيها فلوس راح يصير عليك اثم. زيادتك وعمالك كلها مأثومة كلها حرام. قدمت على التقاعد بس الأكثرية ما يقبلون يقولون بعد صغيرة أموالي بعد 10 سنوات يلا تحت التقاعد لا تقدمين وراتبك ينظلم. أنت ايش تنصحني يعني أنا إذا أقبل هاي المدرسة أنا قلت لك سيد والله ما عندي تلفزيون بالبيت بس أريد الجواب منك هسه يعني ايش تنصحني هل هي أعمال صحيح باطلة إجازات باطلة أقبل بالراتب حتى لو يطول 100,000 تقاعد. أو بيها طريقة ثانية مثل ما يقولون شرعية ثانية. أقول أنت يعني فقط تنتظرين التقاعد أو تقدرين تستقيلين يعني عن الـ عن الـ عن الوظيفة. ها يعني الإجازة أخذها كلها مأثومة حرام. أنا راح أجاوبك بعدني ما مجاوبك بس سؤالي أنه ماكو طريق آخر غير التقاعد يعني تنتظرين التقاعد؟ أي إلا التقاعد راح يظلموني. يعني ما راح ينطيني حقي لان بعد قدامي 9 سنوات او 10 سنوات ان شاء الله انحل على التقاعد. بلي. انا راح اجاوبك اختي ام علاء حياكم الله. ابو حسين تفضل. ارجو الاختصار، الاخت طولت ويانا، ارجو الاختصار، ابو حسين تفضل. الاخ ابو حسين تفضل. صوتك مو واضح عندي. السلام عليكم. صوتك مو واضح عندي، عليكم السلام، صوتك جدا واطي. السلام عليكم. مو واضح حبيبي ابو حسين حبيبي انت الان سلم واحنا نجاوب بس مو واضح عندي صوتك. السلام عليكم. انطوني اتصال اخر لو سمحتم. نعم تطوني. نعم. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام. لا زحمة علي حدنا سؤال. اكو عائلة سادة. تبرع لهم شخص براتب شهري يعني يعطيهم هو. نفس العائلة أكو شخص هم عليه حقوق شرعية من الخمس يعني. بلي. فصار يعني بنفس الوقت أخذوا
يعني خمس مرتين يعني، بس المبلغ مو كلش كبير، والعائلة اللي الراتب اللي الأول اللي تأخذه هو ما يكفي. هم أكو إشكال إنه ما يستحقون هذا الخمس الثاني. بلا زحمة عليك سيد. واضح، حياكم الله، بارك الله بكم. يا. نعم أنطوني. أكو اتصال لو ماكو اتصال خل أنا أجاوب. أم زهراء، الاتصالات اللي جتني. أم زهراء تقول أنه أنا قبل حلقتين اتصلت عليك وزوجي تاركني صار تقريبا سنتين، ولا هو تاركني، لا هو مطلقني ولا هو على حال ينطيني نفقة وأنا عندي أطفال، فهل يصح لي أن أطلب التفريق، يعني أروح للمحكمة وأطلب الطلاق أو لا؟ شوفي أم زهراء، أن تطلبين الطلاق حقك، هذا من حق المرأة أن تطلب الطلاق من زوج اللي هو تاركها، زوج اللي ما يعتني بيها وزوج اللي ما ينفق عليها، لك حق يعني. ولكن هل المحكمة إلها حق أن تفرق؟ هل المحكمة إلها حق أن تطلق؟ الجواب كلا، الجواب كلا. لا يحق لا للمحكمة ولا لفوق المحكمة ولا لأي شخص أن يطلق الزوج أن يطلق زوجة من زوجها إلا أن يكون الزوج هو المطلق، الزوج هو اللي يطلق. تقول سيدنا هو متعسف وما يقبل، ظالمنا وتاركنا وراح متزوج راح كذا، ما يدير بال. فارفعي أمرك للحاكم الشرعي، يعني تروحين للنجف المكتب سماحة السيد تقولي أنا وضعي هذا، وأكو قسم، قسم في مكتب السيد قسم الشؤون الطلاق والأسرية، هم اللي على حال راح يسمعون كلامك ويتصلون عليه أنه يا فلان لو تطلقها لو ترجع لها، فإذا ما قبل لا هذا ولا هذا فمكتب السيد هو اللي يطلق، يعني المرجع هو اللي يطلق مو شخص آخر. واضح بنتي؟ الله يصلح أمرك وأمرنا. نعم عقيل، تفضل يا عقيل. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. سيدنا أنا سيد عقيل من آل بغداد، جريح عسكري، صوبت بعمليات الموصل وصار عندي شلل رباعي. انضربت قناص ورقبتي سيدي وفاقد الطهري، وارتسلي على أتوضى لو أتيمم بصلاتي. أنت تقدر تتيمم عقيل؟ يعني لك أنا هسه جاي أتيمم والله، حاليا جامع بين التيمم والوضوء بصلاتي. أقول عمو أنت تقدر تحرك إيديك و إيدي أحركني 50% بس رجلي لا والله شلل ما أحركن لا 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 إي والله سيدنا. وعندي سيدنا شغلة ثانية، طلب صغير يمك عقيل، بس أسألك سؤال قبل ما تطلبني. إن شاء الله سيدنا. إيش قد عمرك عمو؟ إيش قد عمرك عمو؟ أنا مواليد 94 سيدنا. لا 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 أيوه اي والله سيد. بعمليات الموصل سيد بالتحريق سيد، انضربت قناص برقبتي، انضرب عند النخاع الشوكي. الان مقدرين جهودك، مأدين حقوقك؟ والله هو هذا الطلب على هذا الموضوع الثاني جيت احاسبك. والله والله سيد انا تأذيت من المجتمع وتأذيت من الدولة. اولا المجتمع سيدي خطار يجينا سيدي يقول لي انت شو داك ايش حصل يتسهل لك حاله ويك، لا حد سأل عليك لا حدك بابك. والله سيد ما حد سبحان الله شاهد يعني مو قدامك يعني، والمجتمع مأديك بكلامه يعني، مو ذا شخص على عربانه ايش وداك ايش حصلت، لا من واحد وقف لك لا دولة وقفت لك لا غيرتي وقف لك. قلت لهم عمان رحت على فتوى والله سبحانه وتعالى اللي وقف لي، ما محتاج بني آدم يوقف لا ايش تسوي الدولة بس على الراتب، وهاي نسيتك لا حدك بابك لا حسأل عليك لا حد يمك، تروح تراجع تتوسل بيهم ولا كأنما أنت جريح ومجاهد وعسكري. يعني تقولهم أنا محتاج سرير محتاج عربانة محتاج غير أشياء، ما حد بحالنا سيد الله شاهد يعني مو بس أنا، يعني أنا مثل حالتي تقريبا بالمئة وسبعين واحد هنا إصابات الحبل الشوكي، يعني إصابات قوية متأذين يعني تأذينا يعني من المعارك. عقيل حبيبي عقيل قلبي، شؤون المحاربين شؤون المجاهدين هذه ماكو بالوزارة؟ والله بالوزارة موجود بس مو بحالك والله سيدنا، هو عوالي الشهادات لو شوفهم لو ياي المتأذين أنا أكثر منهم جوز متأذين مع الأسف سيدنا. أنا مو أحكي على الدولة والله، دولة جوز هسه مو بحالنا بس أعتب على مجتمع، يعني هي الكلمة الطيبة حلوة
يعني يكون من تنزل تطلع برا يشوفك تقدير من العالم هذا اللي يقول لك يعني احنا لو ما انت ما مشينا ما طلعنا ما رحنا زرنا زيارة امام الحسين الراحل العالم كنت تذكرك هاي ما حد والله يعني فوق تسمع لك كلمة اذيك ايش وداك هاي كلمة اذتنا سيدنا والله ايش وداك ايش حصلت يا اهل وقف لك يا اهل هاي ستة شاب صغير على عربانة من السهل عليك قلت له ما انا بعين الله ما محتاج يعني بني ادم يعني يوقف لك السوق عاد وهي احنا بوقت شلون اقول لك سيدنا مع الاسف علي ماكو تقدير لا من دوله ولا من مجتمع يعني هذا يكون المجتمع يقدر الناس تضحت يعني هسه من صار الوضع امان احنا شمرنا ما حد بحالنا بوقت المعارك حبيبي عقيل حبيبي عقيل نعم من اي محافظه انت؟ انا من بغداد من بغداد يعني في بغداد الان انت؟ اي بغداد في اي منطقه؟ انا بالحسينيه بالحسينية زين أنا هواية يعجبني تحكي أنت هواية يعجبني أن أسمعك حتى حتى صوتك حتى صوتك يوصل للناس اللي يسمعون رحم الله والديك وواقعا يعني شو أقول لك راح أتكلم أنا راح أعلق على كلامك بس عموما عقيل أنت فخر رحم الله والديك والله العظيم والله هذا كلامك السيد. والله يخلي لي أمل بالحياة يعني شلون نسمع بني آدم عقيل حبيبي شوف ان شاء الله احنا عندنا الان في زمن الغيبه زمن غيبه الامام بس انا ما اريد تليفونك ورصيدك راح يزيد بس لا عادي مفتوح شوف حبيبي عقيل يعني احنا في زمن الغيبه ما عندنا يعني شخصيه اللي تمثل الامام صاحب الزمان وهي قائمه مقام صاحب الزمان مثل المرجعيه العليا الرجعية العليا هي السقف اللي احنا في الواقع نعتقد بيننا وبين الله ان هذه حجة الله علينا في زمن الغيبة ان شاء الله هي نفس المرجعية لما تصفكم انتو لما تتكلم عنكم انتو ايش تتكلم يعني شوف يقول لك انت فخرنا انتو اللي ما واقعا ما عندنا غيركم نفتخر به وصفتنا شهداء الاحياء وعوائل الشهداء والمعوقين انا دائما الله شاهد استمع من سمعك اي والله سمعك والله سيد تبعينا في كلمات انت الله شاهد الله يخليك اي والله رحم الله بس انا راح اعلق وان شاء الله ان شاء الله تعليقي يوصل ان شاء الله الناس. بس اعرف يا عقيل هاي كلمه اخيره اعرف يا عقيل ان الناس في القران الكريم وفي السنه الشريفه الناس الأكثرية مذمومة أكثرهم لا يعقلون أكثرهم يجهلون أكثرهم لا يشعرون أكثرهم فاسقون فلذلك أنت سيدنا أنا تأذى عائلتي تتأذى يعني من تسمع هذا الحكي خطية عائلتي من قاعد يقبالهم يقول شوف عقيل يعني شوف أنت تريد تطلع ما تقدر تطلع لأن أول سؤال تسأل إيش حصلت بعدك شاب صغير يا الوقف لك يا شاف عائلتك هسه أنت متأذية قاعد يجار من قال لك الطي السحي بالطيت مسواق لعائلتك على هذا الراتب لك علاجك انت تعذب لك بشهر 700 علاج والله سيد المشتكى لله بس انا اريدك تدعي لي الله يشافيني وياخذني من هاي الدنيا اكون راضى عليك حبيبي عقيل الله انا ما ادعي لك الله ياخذك من الدنيا وانما الله يبقيك حجه وعلى حال وثيقه انه احنا ايش قد قدمنا احنا الشيعة ايش قد قدمنا هل اولئك اللي احنا قاتلنا في مناطقهم قاتلنا في سبيل تحرير نسائهم سبيل تحرير عوائلهم هل قدرونا او لا زالت ألسنتهم طويلة علينا الى الان ألسنتهم طويلة على انه احنا على حال لازلنا متهمون لازلنا ناس للأسف الشيعة للأسف وهذا كله بسبب قادتنا كلهم ضعفاء قادتنا مشغولين بالفساد مشغولين ولذلك ما عندنا قائد حوق ويتكلم على انه احنا اصحاب حق ياخذ حقوقنا وياخذ بمشاكلنا بس عموما انا اشكرك على اتصالك حبيبي ان شاء الله سيدنا تدعي الوالد بالسلامة هي قائمه لي بالواجب ان شاء الله الله يطول عمرك سيدنا سلمنا عليها يوصل ان شاء الله يوصل ان شاء الله سيدنا ممنون مشكور نعم يا اخ منير تفضل اخ منير
منير يستمع للتلفزيون، إذا يستمع التلفزيون فما راح أقدر أتواصل وياه. اسمعني من التليفون يا منير. نعم من التليفون سيد. اسمعني من التليفون فقط تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا يعني من خلال شاهدتكم أنا أرجوكم حقيقة أنا رجال عاطل عن العمل. نعم. وبرقبتي جاهل ومرأة. بل. تعرف شنو؟ من خلال منبركم أبحث عن عمل يعني. هذا سؤال يعني. الله يوفقك يا منير، وأنا راح عندي تعليق يعني راح عندي تعليق، ولكن عموما يا منير فرص العمل لا تنحصر بالوظائف، يعني الإنسان لا ينتظر أن الوظيفة، إذا ماكو وظيفة فلا عمل. لا سيدنا يعني والله جاي نتعشى من الغد. الله سبحانه وتعالى يوسع عليك والنعم بالله. إن شاء الله أنا أعلق على كلامك يا أخ منير، والله ينور قلبك ويقضي حاجتك ويريح بالك ويزيد في رزقك إن شاء الله تعالى. بارك الله ولا تنحرج أمام أطفالك إن شاء الله، اللهم لا تحرجه الله. أمام أولاده إن شاء الله تعالى. حبيبي خليني أجاوب الأخوة يا أخ علي، لو عندك اتصال خليني أجاوب الأخوة. الأخوة أم علاء تقول إحنا اشترينا ستوت الواحد من الجيران حتى يشتغل، ولكن احتاجين فلوس أخذناها من إحدى الأخوات، أنطتنا 1.5 مليون بس اشترطت علينا أن ترجع لها 2 مليون، يعني تأخذ ربا 500,000 على 1.5 مليون، ربا حرام. تقول شنو اللي أسوي سيد؟ أختي الكريمة المعاملة الربوية حرام، واللي يأكل الربا في القرآن وفي الروايات أوصف الله سبحانه وتعالى المرابون وصفهم وصفا لم يصف أحدا في القرآن كمثلهم. اللي يأكل درهم ربا كأنما يقوم وهو شنو قد مسه من حسب تعبيرنا من الشيطان، ومسه من السكر. ولكن عموما احنا لازم ننبه الاخت الكريمه انه يا اختي ترى هالخمسمية نار يوم القيامه، وتحاسبين عليها يوم القيامه. لا تطين سلفه، ما حد داق على يعني ما حد يجبرك ان تطين سلفه، بس سلفه محرمه ما يجوز. شنو اللي يسوي سيد؟ اللي يسووه انه اما انه لا تطوها وقولوا لها يا احنا ما نطي ربا، وإما أنه أرضوها بشيء من معين، بس عموما لا محرم. الأمر الآخر اللي ذكرته أم علاء أيضا قضية على حال مهمة، تقول أنا موظفة في التربية وشغلي أوزع كتب وكذا، بس تشتغل حملة دار تودي نسوان للزيارة وكذا، وسيارات توديهم للمحافظات أو توديهم ماذا لإيران، تجيبهم توديهم المشهد توديهم العمرة ما أدري، حملة دار وزين موظفة وحملة دار شلون يصير؟ طبعا التربية عندهم فتحسن أنه طول الصيف قاعدين، يعني عندهم عطلة طول الصيف قاعدين ورواتب تحصلوها، هذه على حال التعليم والتربية هذه وضعها. ولكن أيام الدوام هي هم مشغولة بالحملات. إحنا نقول للحجية أختي الكريمة أن تأخذين إجازة مرضية ما يجوز شرعا، والراتب اللي تأكلي حرام. تقولين أنه أنا أريد أتقاعد بس عندي وقت وكذا وراح أخسر. أختي أنت شوفي وين الخبزة، خبزة الحلال وين؟ خبزة الحلال بالحملة دارية، خلاص اترك الوظيفة وقول يا ما أريده وخلص. الله جعل الخبزة وين؟ بالحملة دارية وثواب وخدمة الناس وتحصلين الفلوس. بعد ليش الإنسان هم منا واحد لا يطمع زايد، طمع مو زين. شيء ثاني إذا كان هذا الطمع يؤدي إلى أكل الحرام ما يرات هذا سيد. شو سوي؟ أمامك أمرين، أمامك طريقان. طريق الأول أنه أنت الحملات مالتك تخليها أيام الصيف أيام العطلة، سوي حملاتك وما حد هذا، أيام الدوام تعطلين الحملات. هذا طريق
تقول لا سيدنا أنا أخسر 9 أشهر أقعد بس 3 أشهر أشتغل، لا أخسر. طريق الثاني أن تستعفين الطيعفاء، قل يا أبا أنا ما أريد أشتغل في أمان الله، أترك الوظيفة، لا أنا هم أريد الوظيفة هم أريد كذا. هذه ما تستقيم إذا تردين تمشين بالحيلة، إجازة مرضية وإجازة كذائية، هذا كله حرام ولا يجوز ذلك. الأخ الكريم قال هناك عائلة سادة جماعة تبرعوا إلهم بقسم من راتبهم الشهري إلهم باعتبارهم فقراء، وأكو شخص عنده حقوق شرعية أيضا أنطاهم، هل يجوز أن ننطي من جانبين أو من جهتين لعائلة وإن كان ما يكفيهم؟ الجواب يجوز ذلك. يعني الإنسان من ينطيني خمس بمقدار اللي ما يكفيني، وذاك من ينطيني راتب قسم الراتب ما يكفيني، لو 10 أشخاص مثلا ينطوني كل واحد 25 25 25 يصير 250 ما يكفيني. فليس العبرة رجاء، فليس العبرة في عدد المعطين، العبرة في الاكتفاء، أنا اكتفيت أو ما اكتفيت، أنا استغنيت أو ما استغنيت، هنا العبرة. واضح حبيبي؟ فيجوز أن تطوه. الأخ غازي تفضل. غازي تفضل. نعم أخ غازي اسمعني، اسمعني من التليفون رجاء. أخ غازي ما جاي يسمعني من التليفون، ف وين التليفون أخي؟ تكلم تكلم معاه، يلا تفضل. السلام عليكم. شيخ اسمعك من التليفون وغيرت التلفزيون. تفضل السلام عليكم. الله يسعدك شيخ، ما شلون جواك الله؟ جاي يسمعني من التلفزيون يقول من التليفون. جواك الله شيخ، شلون زين؟ اترك التلفزيون يا غازي حبيبي، اترك التلفزيون اتكلم معاه جزاك الله خير. أنا تلفزيون تارك يا شيخ. وين جاي اسمع صوتي انا عندك يا حبيبي؟ خادمك شيخ، خادمك خادمك الله يساعدك. تفضل حبيبي تفضل. جواك الله شيخ، عنده مشكله قويه. نعم عنده مشكله قويه. مشكله قويه، ان شاء الله الله يحلها. تفضل. عنده مرتي يسمع التلفزيون. أخي اترك هذا رجاء اقطعه، هذا يسمع التلفزيون ويريد يسمع صوته بالتلفزيون. نجي إلى قضية عقيل. عقيل إخواني أحد المئات الأشخاص، مئات الأشخاص اللي ضحوا، تركوا شبابهم، تركوا عملهم دراستهم، راحوا جاهدوا دافعوا عن نواميسنا، عن أعراضنا، عن أقول نواميسنا وأعراضنا، أني عدي قصد المناطق اللي دخل فيها داعش، أباح واستباح النساء والرجال، واقعا استباحوا، وأكو مقاطع الآن لو يطلعوها زين شلون كانوا الدواعش يأخذون بناتهم ونسائهم، شلون كانوا يأخذون لو يطلعوها بعض فضائياتنا الشيعية شوية، خلي يصير عندهم غيرة على شبابنا ومجاهدينا، يطلعون مقاطع شلون كانوا الدواعش يأخذون نسائهم والرجال واقفين، يقول يلا اعطيني بنتك، يعطيها بنته، طلعوها حتى نفهم انه شلون كانوا والان وينهم، وشلون انذلوا الان شلون يتجبرون يتكبرون علينا احنا وذول شبابنا وتضحياتهم. عقيل احد المئات الاشخاص اللي قدم شبابه ومستقبله ووضعه في سبيل شنو؟ في سبيل فتوى شرعيه، لان سيدنا وقائدنا وإمامنا ومرجعنا قال يا جماعة هذا تكليفكم الشرعي، قام راح، قام راح وأدى اللي عليه. وقطعا أنا أقولها بصراحة وأنا مسؤول على كلامي، كل يوم كل يوم اللي يمر على عقيل وعلى والدته وعلى اللي حوله خواته وأخوته، كل يوم اللي يمر عليهم يتألمون ويضوجون ويتعبون ويألمهم كلام الناس ويألمهم كلام الأعداء ويألمهم تقصير المسؤولين ويألمهم خيانة المتصدين، كل ما يتألمون هذا زيادة في أجرهم،
ابشروا ابشروا يا عوائل المضحين ابشروا، انت يومية رب العالمين يخلي لكم رصيد يومية، بكي تبكون أجر ثواب، أذية تتأذون أجر ثواب، معاناة تعانون. فهذا أنا أسمي هؤلاء شهداء أحياء، شهداء أحياء، شهيد حي وعندنا شهيد ماذا؟ ميت. شهيد الميت ذاك شهيد الدامي راح دم، أما شهيد الحي هو يومية يستشهد، يومية يستشهد. فعقيل هنيئا لك، هنيئا لك هالمنزلة، هنيئا لك هذا الثواب، هنيئا لك هذه الدرجات اللي تحصل عليها. بس أسفي على المجتمع، أسفي على الناس اللي القرآن يسميهم مرجفون، المرجفون في المدينة. شنو شغلهم كان المرجفين في المدينة؟ ذول المنافقين أيام النبي كان يثبطون الناس، وين رايحين وإلمن وعلى شنو، اقعد استر على بيتك استر على عائلتك، يثبطون. المرجفون اليوم كثر، خصوصا اللي ما عنده بصيره وما عنده فهم وما عنده علم ما عنده دين، يقول له سويت ايش سويت؟ هذا فخرك، ايش سوى هذا؟ هذا عزك. اذا انت بعقالك تمشي بالدواوين وتبدلتك تمشي بالشوارع، وانا بعمامتي اطلع على الفضائيات وبناتنا بسترهن يرحن الى الجامعات واولادنا يطلعون بامان الى مصالحهم واعمالهم، فهو بي بركة هؤلاء، بركة عقيل وغير عقيل. ايش سووا؟ مثل واحد يقول له، يقول ايش سوت الشمس ان هاي الشمس لو ما هي لا زرع عندنا ولا عيشة عندنا. فالشمس هي البركة. مثل ما واحد ينكر بركة الشمس، والشمس على وضوحها ينكر بركة عقيل، وواضح ان عقيل شنو اللي قدم؟ عقيل قدم لنا سلامتنا، عقيل قدم لنا الأمن، عقيل قدم لنا أن مراقد أمتنا على مكانها، وإلا كانت تنسف وتسحق. وكل هؤلاء المرجفون اللي يحشون عليك كانوا لا عند أخت مستورة ولا عند ابن على حال محفوظ ولا بيت على حال مأمون فيه. فأنت يا أخ عقيل ويا أمثال عقيل، أنتوا عزنا وأنتوا فخرنا وأنتوا أصلنا والله العظيم بكل معنى الكلمة أقوله، بدون أي حسب تعبيرنا، بدون أي تلفيق إعلامي أو ما أدري، لا 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 لا، أتكلم بصدق بصدق. وأنا أقبل إيدك وأقبل إيد والدتك اللي جت تقدم وتتأذى يومية، شو كنت متأذي لكن متحملة، جزاها الله خير، والله يزيد من أمثالك ويحفظك ويهدي شبابنا ويهدي مجتمعنا ويهدي مسؤولينا. هذول المسؤولين اللي في الواقع ما تركوا سجل ناصع، ما تركوا سجل يفتخر به، سجل تعبان، سجل سرقات، خيانات، خيانات كبيرة. والله العظيم من أسمع الأخبار المؤكدة عن الخيانات والسرقات اللي جصير، وهذا الولد يريد عربة ما عنده، يريد سرير على حال سرير اللي يريحه في رقوده ما عنده، والمليارات، هذا موظف واحد، موظف واحد في وزارة المالية، مدير عام في وزارة المالية، تريليون دينار، يعني ألف مليار دينار يسرقها ويكتشفوه بس يغطوها. يلا الله لا يوفقهم، وإن شاء الله تعالى كل لحظة اللي تمر عليك وعلى أمثالك من ألم تكون وبال عليهم وغضب عليهم ومأساة وحزن عليهم إن شاء الله تعالى، ولا يتهنون فيها. ما عندي وقت سيد عباس، ما عندي وقت. الأخ منير يقول أنا عاطل عن العمل وأبحث عن عمل. حبيبي منير، شوف أنا ما أدري شنو ظروفك، ولكن بشكل عام أقول الإنسان رب العالمين أنطاه قدرات. هذا الأخ عقيل اللي تكلمت عنه الآن لا إيديه تشتغل ولا رجليه تشتغل، ولكن على أي حال ينتظر رحمة الله سبحانه وتعالى. أنت الله مطيك القوة، رجليك تشتغل، إيديك وبالك وذهنك وعيونك،
هذه نعم الله سبحانه وتعالى. تعال استغلها يا منير في أن تعمل ولو شيئا يسيرا ولو. والشغل مو عيب، العطالة عيب. الإنسان اللي ما عنده وأولاده يتوقعوا من عنده، هذا شوية فيها حسب تعبيرنا إحراج. وهم أطلع وقل لرب العالمين أن يا رب افتح لي أبواب رحمتك، يا رب افتح لي أبواب رحمتك. أنا من أشوف شاب بيدة ولو عربانة يشتغل أقول هذا خير من أن يروح ماذا من هنا وهنا يتسكع. أنا ما أقول لك تعال، أقول كل واحد ويعرف وضعه ويعرف إمكانياته. ولا تنسى هذه أيضا، لا تنساها، استغفر الله دائما. والله العظيم الاستغفار يفتح باب الرزق يومية. أنت وأهلك استغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفر الله ربي وأتوب إليه، الله يفتح عليكم إن شاء الله تعالى. على أي حال أنا وقتي يظهر انتهى، والأخ غازي راد يتكلمني عن مشكلته وما صار. أنا أرجو الله سبحانه وتعالى أن يدفع عن العراق المشاكل والمخاطر، ويهدي شبابنا ومجتمعنا أن يعرفوا قدر مجاهديهم، قدر مظلوميهم اللي قاوموا وتعبوا في سبيل بلدنا، ويهدي هالمسؤولين. ما أدري أكو ناس قابلين للهداية، إن شاء الله قابلين للهداية، وإذا ناس مو قابلين للهداية الله يخلصنا منهم بهلاكهم وزوالهم بحق محمد وآل محمد. لا تنسوا المجاهدين من الدعاء، المعوقين من الدعاء، لا تنسوا شهدائنا بالرحمة والغفران، ولا تنسوني أيضا أنا ووالدي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.